الأزمة الكبيرة اللي احنا كده عملناها في ولادنا، انه بدل ما دي يعني ابني طفل او ابني انسان نافع لنفسه ونافع لمجتمعه، بالتالي هيكون نافع لبيته، لا هو مظبوط، للأسف مش قادر دمار اصلا ينفع يكون نافع لنفسه، ابدا. مش قادر يتعامل مع نفسه بشكل صح. ايه يمكن دي من الحاجة الخطيرة، يعني شعرتنا كلنا بالخطر، ويمكن بيوت بتتفرج علينا دلوقتي اكيد. وتقول انه احنا خلاص احنا ممكن نكون عملنا غلطة كبيرة انه بنخلي ولادنا يشوفونا اثناء المشاجرة طب احنا نعمل ايه لو شافونا غصب عننا؟ يعني دلوقتي غصب او عننا سمعونا او سمعونا. ان الصوت بيع. للاسف احنا وقت الخلافات كل واحد بيبقى مدافع جدا عن حقه، حقه وننسى حق الاخر، ننسى حق الاخر، وبنبقى مجادلين جدا، وبالتالي انا الشخص الضعيف ده بنعلي صوته، الشخص اللي على غير حق لازم هياخد حقه ولازم يثبت وجهة نظره، فبنضطر نعلي صوتنا، وده بيسبب خوف وذعر. عشان كده الاطفال ساعات لما نيجي نكلمها يعمل كده انه خايف يتعاقب، او يعمل كده يسد ودانه، والام تيجي تقول لي ابني بيصرخ بيصرخ وسدد ودانه، بيصرخ لان ده كبت المشاعر اللي جواه بيطلعه، سدد ودانه لان عارف السيل من الكلام اللي هينزل عليه، فانا مش عايز اسمع لكن انا بعبر عن غضبي. كتير من الاحيان هيسمعوا الاب والام. نعمل ايه بقى؟ اول حاجه لازم بعد الخناقه العظيمه دي، للاسف الولاد بيشوفوا الخناقه لكن ما بيشوفوش الصلح، لان الصلح عاده بيبقى في غرفه النوم. نقطه مهمه قوي الحته دي، سوري اللي انا هقوله يعني. دايما الصلح ما بين المراه والرجل بيبقى في غرفه النوم ومساء والعيال ناموا، بس العيال نايمين على الخوف وعلى الصوت اللي سمعوه قبل الخناقه. فبالتالي الطفل ده نايم ممكن يحلم، يجيله كوابيس، حبيبي. يعمل تبول لا ارادي، ياكل ضوافره، يرجع تاني يمص الابهام عشان يرجع بيبي وما يتعاقبش. يا حبيبي. فبالتالي انا سببت له ازمات نفسيه. طب الاب والام تصطلحوا، بس الطفل ما شافش المنظر ده. عشان كده انا كأم لازم يكون عندي الوعي بقى، والاب، ان احنا نقعد مع الاطفال ونفهمهم ان الخلافات امر وارد، وسكون احنا بنختلف بس احنا بنحبك، احنا مش هنضحي بيك. حلو قوي. ولو احنا بنختلف لازم اوضح له احنا بنختلف على ايه. لو بنختلف على جانب مادي هفهمه، لان الطفل ساعات بيطلب طلبات كتيره وبنلبيها له، والاب والام بيتخانقوا مع بعض بسبب الطلبات الكتيره، الاب يتهم الام ان هي اللي مدلعه الولاد، او هي تتهم الاب ان هو بيديهم زياده حقيقي. فالخناقه بتبقى بسبب الاطفال، بس الاطفال مش فاهمين. طبعا انا مش هخوف الطفل اقول له احنا مش لاقيين وخلاص الفلوس خلصت، هي الحقيقه يعني الحقيقه. الحقيقه ان احنا مثلا دلوقتي مثلا حاجات انتوا شايفين بنجيبها غاليه، فاحنا بنتكلف اكتر، فده اللي بيخلينا انا وبابا ممكن نختلف، فاحنا ممكن ازاي نظبط الميزانيه ان احنا يعني لازم الطفل يبقى واعي، لازم الطفل يعرف ان في خناقات بس الخناقات بتنتهي، لكن احنا ساعات بنشعر بالغموض لانه ما اتخانقوا، وانا كطفل خيالي واسع فممكن اقعد افكر، وبعدين بسمع زمايلي في المدرسه اللي باباه ومامته اتطلقت، ان مامته سابت البيت. طب ما انا طفل والخيال عندي واسع، فممكن انا كمان انسي القصه، انا ممكن يحصل لي كذا وكذا وكذا، وانا هعمل ايه لو ده مشي، وانا هعمل ايه. انا مره في هعمل طفل ايه، يعني مش هلاقي ماما، فكر يقول انا يعني هم ممكن يمشوني انا في الشارع، او انا يقولوني. السبب بقى يعني بالزبط. في اطفال بيجي لها احساس اكيد انا السبب في كل المشاكل دي عشان الام قالت له انت السبب. يعني انا عندي واحد بيتعالج عندي طول عمره من هو صغير بيقولوا له ما نجحتش في المدرسه هنرميك في الشارع، يا حبيبي ما نجحتش في الرياضه اللي انت ده. بتلعبها هنرميك في الشارع. الراجل ده اتخرج من كليه كبيره وراجل متفوق وكويس، بس مازال بيقولي ما بعرفش انام بالليل، وبيجيني شعور ان انا هطرد من الشغل، ان انا بيتي هيتهد عليا، ان انا هترمي في الشارع وهشحت في الشارع. ده كده الكلام بيترسخ في الذهن بالشكل ده. الكلمه، انا بقول دايما كلمه بتحيي وكلمه بتموت، كلمه بتحيي وكلمه بتموت حقيقي. يعني انا ممكن احيي انسان لما بقول له انت عندك مقومات كويسه جدا لو اشتغلنا عليها هتبقى انجح حد، مع انه ما عندوش اي مقومات، هيدور هيدور، او انا هخلق فيه العزيمه. على فكره احنا بنتخلق بحاجه اسمها الدوافع الداخليه، الدافع للبقاء، انا عايز ابقى. عشان كده بعض الناس تستخدم بقى دافع البقاء انها في الخناقات بتاعت بابا وماما دي تلاقي الطفل يروح يجيب اكله ويقعد ياكله، عايز يامن نفسه. يا حبيبي. دافع البقاء. اللي هو قال يعني بيشوف حاجه تانية تبقي على قيد الحياه، يعني تبقي على قيد الحياه. فاحنا بنتخلق بالدوافع، يا احنا بنخلي الدافع ده شغال بطريقه سليمه، يا بنموت الدافع، يا بنشغل الدافع بطريقه سلبيه اللي هي الاضطرابات بقى والامراض. تلاقي امراض سلوكيه وامراض نفسيه وامراض اجتماعيه كلها متعلقه ببعض. يعني الناس تقول ايه اصل طفله هينسى، لا احنا عندنا عقل لاواعي بيخزن. تفضل الصوره اللي انا شفتها ما بين بابا وماما ممكن تكرهني في الزواج، ممكن لما ابقى راجل اطلع عنيف جدا،
ممكن لما اطلع ست اطلع سلبيه وبخاف وجوزي ممكن ياذيني وما اعرفش اواجه لان انا خايفه من المشاكل الماضيه. هل ممكن اختار حد لو في البيت عنف معين؟ يعني قريت كده قبل كده انه ممكن اختار حد بنفس النسخه العنيفه، نفس النسخه بتاعه الاب العنيف. وابقى متلذذ بده. متلذذ لان انا تعودت الاهانه يا ربي. لان اترسخت فيا فكره ان انا تابع، ان انا متبوع لحد، ان انا ما اديش اوردر. ساعات احنا يعني ما بنرضاش نسمع لاولادنا لما الولد يجي يقول انا متضايق منك يا ماما او زعلان من بابا، بنحسها هجوم شخصي. الام تقول لك انا عملت لك ايه، انا بعمل لك وبعمل لك وبعمل لك وبعمل لك، وتنهال عليه بالحاجات المسؤوليات العاديه اللي الام بتعملها وكانها المفروض ده دورنا. دور بجد. ما احنا بنقول في فرق ما بين الرعايه والتربيه. الرعايه انا برعى الطفل اكله وشربه ومدرسته. التربيه انا بغرس فيه قيم، بغرس فيه مبادئ، أيوة. بغرس فيه حب لذاته. هل مهم نعترف بمشاعره؟ يعني اقول له مثلا حبيبي انت في الوقت ده حسيت اكيد بشويه خوف، حسيت بشويه قلق. حسيت بايه؟ مش هقول له حسيت بخوف، اقول له انت وقت الخناقه دي حبيب قلبي حسيت بايه؟ لان الطفل ما بيبقاش عارف الخوف. احنا لما بنقول كلمه الخوف، الخوف هي هتركب هنا. يعني الحاجات اللي بنخاف منها احنا كماما اولادنا يخافوا منها. يعني بقول مثلا بخاف من الحشرات، اترسخت عند الطفل. انا بخاف من الخناقات، انا ما بعرفش اواجه حقيقي. اصل انا وحشه، اصل انا الكلمات اللي احنا بنقولها بتنعكس على الطفل مباشره، بتنعكس عليه. فانا عايزه اشوف مشاعره، فبقول له حبيب قلبي حسيت بايه يعني وقت الخناقه حسيت بايه؟ هيقول لي خفت. خفت من ايه؟ يبدا هو يحكي بقى انا خفت ان يحصل كذا وكذا وكذا. اساعده. عمليه التفريغ دي في حد ذاتها علاج، دي 50% من العلاج. حتى احنا في الجلسه النفسيه بقول له 50% من اللي انت هتقوله الشكوى بتاعتك دي العلاج بتاعها 50% انك تعترف بيها.